طيب يا فندم، لأي مدى يمكن أن يصمد بنيامين نتنياهو أمام يعني الداخل الإسرائيلي؟ تابعنا مظاهرات في إسرائيل، يعني هم يطالبون بعودة الأسرى مرة أخرى، حتى يمكن لو تابعنا حسب استطلاعات للرأي في البداية يوم 7 أكتوبر أو بعد 7 أكتوبر كان الداخل الإسرائيلي يؤيد الدخول العسكري، أما الآن فهو غير مؤيد. لأي مدى يستطيع نتنياهو أن يقف أمام هذه المظاهرات وأمام الداخل الإسرائيلي؟ يعني نتنياهو ما دام يشعر أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية تعطيه الضوء الأخضر، ويتحدث جوزيف بوريل عن المستشفيات والطاقم الطبية وكأنها زروع بشكل، طبعا نتنياهو سيستمر في موقفه الرافض للهدن وموقفه الرافض وقف اطلاق النار. لاحظي المعضله الاساسيه ان لدى نتنياهو مشكله شخصيه، مشكلته الشخصيه انه يريد ان يطيل المعركه لعله يحدث شيئا قد يعفيه من حكايه، لان الغالبيه العظمى الان في الراي العام الاسرائيلي لا تريد نتنياهو. لاول مره في حرب تحدث في اسرائيل يتم الحديث فيها ومطالبه نتنياهو بالاستقاله. حتى الان نتنياهو لم يقل أنه جزء من المسؤولين عن الأحداث التي صارت في 7 أكتوبر، وحين سألوه عن ذلك قال هل سئل الرئيس الأمريكي جورج بوش عن أنه مسؤول عن أحداث 11 من سبتمبر؟ يتهرب من كل شيء وهو يفكر بطريقة شخصية أكثر ما هي مصلحة للبلد، حتى أن توماس فريدمان اعتبره أخطر عامل من العوامل التي خطرة على دولة إسرائيل هو وجود نتنياهو في داخل الحكومة. في نهاية المطاف لا يوجد مفر أمام نتنياهو وأمام الحكومة الإسرائيلية إلا الذهاب لمسألة تبادل الأسرى، ولا يوجد مفر أمامهم إلا البدء بهدنة إنسانية، يعني قد تأخذ بعض الأيام، ولكنني أنا شخصيا أعتقد أنه سيكون هناك هدنة وسيكون هناك تبادل للأسرى المحتجزين المدنيين مقابل النساء والأطفال في السجون الإسرائيلية.